دلوقتي هنروح معاكم ونبتدي رحلتنا في الانستجرام. هنبتدي في الانستجرام من حساب نجم هجوم ليفربول الانجليزي ساديو ماني، واللي احتفل بفوز فريقه امبارح على ساوثهامبتون ونشر الصور دي وكتب: عمل رائع يا شباب. كمان حساب الفيفا نشر فيديو لاعلان جوائز بوشكش لافضل هدف في السنه من اول نسخه لحد دلوقتي، تعالوا نشوف. ونروح معاكم لحساب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، واللي نشر فيديو للاعب الجديد ارن فان بيساكا، واللي وقع مع طبعا الفريق في الفتره اللي فاتت. في التدريبات بقى حصلت حاجات غريبه، يمكن وقع في التدريب لكن قام بشكل ظريف قوي، تعالوا نشوف. كمان النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش متالق جدا في الموسم ده في الدوري الامريكي مع فريق لوس انجلوس جالاكسي، ومسجل لحد دلوقتي 19 هدف في اخر 21 مباراه، وكان اخرهم الهدف اللي هنشوفه معاكم دلوقتي. ونروح معاكم لحساب الدوري الالماني البونز ليجا، واللي نشر فيديو مجمع لاهداف باكو الكاسير هداف بروسيا دورتموند الالماني في الموسم اللي فات، تعالوا نشوف مع بعض. ومن البونز ليجا نرجع مره ثانيه للدوري المصري، ونروح لحساب نادي الجونه واللي نشر فيديو لسفر الفريق لدوله سلوفينيا. ومن الكوره نروح معاكم للسله، واللي فيها اكيد مهارات كتير وخدع كتير قوي. في الفيديو اللي جاي ده هنشوف مع بعض خدعه مميزه جدا عشان كل لاعب يتعلم بقى يخلي باله ويفضل مركز قوي. مكملين مع السله، ونشوف دلوقتي فيديو نشره حساب الدوري الامريكي لكره السله للمحترفين الان بي اي لافضل 60 اسيست في الموسم اللي فات. وهنختم معاكم فقرتنا النهارده مع فيديو حلو قوي نشره حساب نادي ايفرتون الانجليزي، بيوضح رد فعل طفل صغير من مشجعين النادي اول مره كان يشوف فيها ملعب الجاديسون بارك على الطبيعه، تعالوا نشوف.